ومعنا لمزيد من النقاش حول تطورات الحرب على قطاع غزة سيد عبد المجيد شديد، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة عبر سكايب من الضفة الغربية. مرحبا بك معنا سيد عبد المجيد. التحية لك ولجميع المستمعين. وأرحب عبر الخط الهاتفي من الدوحة بالأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور أديب زيادة. مرحبا بك معنا دكتور أديب. أهلا بك يا أخي، مرحبا، حياكم الله. اسمح لي دكتور أديب أبدأ مع سيد عبد المجيد. بعد 248 يوما على التوالي من هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ما زالت المقاومة قادرة بفضل الله على إلحاق الخسائر الكبيرة بالعدو الصهيوني وإفشال مخططاته التي يسعى لتنفيذها في قطاع غزة، وعدم يعني قدرته على إنفاذ تلك المخططات في الوقت الذي كان يتوقعه. إلى ماذا يؤشر ذلك سيد عبد المجيد؟ يعني الاحتلال حاول بكل الوسائل أن يقضي على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رغم الدمار ورغم بأن يعني 90% من البنية التحتية في قطاع غزة قد دمرها الاحتلال الصهيوني. المستشفيات لم تسلم منه، والمساجد لم تسلم منه، المدارس دمرت بالكامل، الجامعات دمرت، بيوت الآمنين والناس الآمنين دمرت بالكامل، سويت بالأرض. إلا أن المقاومة ما زالت صامدة، لأن من اللحظة الأولى قلنا بأن بداية معركة 7 أكتوبر، عندما معركة طوفان الأقصى، عندما بدأت هذه المعركة، المقاومة الفلسطينية عدت لها جيدا وكانت تعلم جيدا بأن المعركة ستطول، وكانت تعد لأطول أمد يعني من أجل مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني، وكانت تعلم المقاومة الفلسطينية بأن الاحتلال سيغرق في رمال قطاع غزة. اليوم ونحن على أعتاب الشهر التاسع فيها من ضمنها الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني، إلا أننا نرى الفيديوهات التي تخرجها المقاومة الفلسطينية وهي لا زالت تصنع، ورأينا المقاومين الفلسطينيين وهم يصنعوا الصواريخ والقذائف والعبوات الناسفة، رغم يعني الإمكانيات المتواضعة لدى المقاومة الفلسطينية أمام هذا العدو الصهيوني. ولأن يعني كل هذه الإمكانيات نعم. تأتي أيضا وفي ذلك على أن المقاومة على النفس الطويل للمقاومة صاحب إرادة نعم. عالية. ابقى معي سيد عبد المجيد، سأعود إليك دكتور أديب من الدوحة. بينما يحدث ذلك الذي أشار إليه سيد عبد المجيد وهو أمر مهم، قدرة الفصائل المقاومة على التماسك، على التصنيع، على الحركة، على إلحاق الأذى بالعدو، واليوم كان حديث عن عملية كبيرة في رفح، ننتظر اعترافا رسميا من الاحتلال الذي عادة ما يقلل من أهمية هذه الأعمال ويقلل من الخسائر، لكن على كل الأحوال من الواضح أن هناك عملا كبيرا اليوم. في المقابل وفي الناحية الأخرى يظهر هذا الانقسام الحاد والاستقالات الجماعية في مجلس الحرب، وإن كان ذلك يؤشر دكتور فيؤشر إلى قضية مهمة هي فشل الحكومة، حكومة الحرب، في تحقيق هذه الأهداف التي أعلنتها في غزة والتي كان يهدد ويتوعد فيها غانتس وكذلك أيزنكوت في بداية الحرب. نعم، هو أنا أعتقد أنه الحرب بعد 8 أشهر الآن، ويعني أعطيت الفرصة الكاملة لحكومة نتنياهو وحكومة حربه، غانتس وأيزنكوت وغيرهم من القادة والمسؤولين أرادوا أن يجربوا ربما حظهم أن يكونوا شركاء في تحقيق بين قوسين ما أسموه النصر على المقاومة في قطاع غزة، ومحك حركة حماس أو سحقها، وجعل قطاع غزة منطقة آمنة بالنسبة لهم بحيث لا تهددهم من جديد، ويستعيدوا أسرهم إلى ذلك. 8 أشهر كانت كافية أخي، 8 أشهر كانت كافية وأكثر من كافية بالنسبة للعديد من القادة والمسؤولين لوصولهم إلى قناعة بأنه الضغط العسكري والقتال على الأرض لن يحقق لهم ما صبوا إليه طيلة الفترة السابقة، بمعنى لم يحقق لهم محق المقاومة أو سحقها أو كفها عن الفعل المكافح على أرض قطاع غزة، لم يستطيعوا أبدا أن يحققوا النصر من حيث إعادة الأسرى إلى أحضان أمهاتهم وأبائهم كما وعدوا من البداية، ولم يحققوا تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك رغم كل الدمار الذي لحق بالشعب الفلسطيني هناك. لذلك وصل غانتس وغير غانتس وصل إلى قناعة
بأن هذا المركب العسكري بين قوسين آخذ بالغرق، ولذلك ارتأى أن ينفذ من هذا المركب قبل أن يؤول إلى الغرق الكامل ويغرق معه جان. ونحن نعلم أنه الاستطلاعات الرأية عندما بدأت الحرب كانت تعطي جان في يعني درجات عالية جدا في أوساط الإسرائيليين مقابل نتنياهو، وخلال 8 أشهر تراجعت أسهم جان بشكل ملموس خلال الفترة طيلتها، ووصل إلى حدود 26 نقطة مقابل نتنياهو، يعني أصبح متقاربا مع نتنياهو في استطلاعات الرأي على ما نرى. لذلك أعتقد أنه جانت أراد أن يستبق الأحداث وأن يخرج من المشهد ولا يتحمل نتيجة هذه الهزيمة بين قوسين المهينة للجيش الإسرائيلي الذي لم يتمكن من إحقاق، وكما اعترف أمس نعم. أيضا جانت بأنه قال لأهالي الإسرائيليين المختطفين أو الأسرى، قال لهم بكل صريح العبارة أننا فشلنا، بمعنى أن الجيش فشل والدولة فشلت، فشلنا في استعادتهم إلى أحضانك، ولابد من أن يكون هناك مقاربة أخرى. لذلك نتنياهو يرفض هذه المقاربة، وجلن تحديدا هذان الرجلان وقادة الأجهزة الأمنية يرفضون مقاربة أخرى، مقاربة ربما الصفقة الناجزة التي ربما يعيدون من خلالها أسرهم، لأنهم يعلمون علم اليقين بأنه صفقة بدون وقف إطلاق نار بالنسبة نعم. للمقاومة لن تكون مقبولة، وصفقة بدون ما أن يكون هناك انسحاب كامل قطاع غزة لن يكون مقبول. لذلك جانس أراد أن يتمايز في هذه المرحلة عن نتنياهو وعن جالنت بحيث لا يتحمل وزر ما تبقى من الرصيد حكومة الحرب. نعم. لكن دكتور الإسرائيل. دكتور أديب، دعنا نتوجه لضيفي أستاذ عبد المجيد، كيف يمكن أن يؤثر هذا الوضع الانقسام الداخلي الإسرائيلي على الحرب؟ هل تعتقد بأنه سيترك أثره على سير هذه الحرب، أم أن الأمور لا علاقة لها أو لن تؤثر كثيرا في سير يوميات الحرب والقتال والإبادة في قطاع غزة؟ يعني الإبادة ما زالت مستمرة رغم التشققات التي ألحقت بهذه الحكومة النازية، حكومة العدو الصهيوني، لأن يعني من بقي على رأس هذه الحكومة هم المتطرفين الصهاينة وهرم التطرف الصهيوني، بن غفير ونتنياهو، هؤلاء الصهاينة النازيين والمتطرفين في هذه الحكومة. أما غنتس فهو أيضا متطرف، وهو أيضا يعني لعب بالورقة الربحانة، يعمل الآن، يعلم جيدا بأن في حال انتهت هذه المعركة سيذهب هذا نتنياهو وهذه الحكومة إلى المحاكمة، ويعني رغم فشلهم في هذه العملية، وأيضا ستنتهي حياتهم السياسية في العدو الصهيوني. ولكن يعني يعمل إلى الأمام من أجل أن يكون هو يعني يعمل كدعاية انتخابية من هذه اللحظة، من أجل أن يترشح في الانتخابات القادمة ويكون هو يعني رئيس للحكومة الصهيونية في المرحلة القادمة. ولكن العمل على الأرض سيكون يعني له تبعيات كبيرة، هذه الانسحابات التي جرت من أيضا من قيادة الجيش الصهيوني في قطاع غزة، هو شكل ضعف كبير في الجيش الصهيوني. ولكن يعني نحن نعلم بأن الاحتلال الصهيوني يعمل بالسلاح الجو أكثر من السلاح البري على الأرض، رغم أننا نرى المجازر، ولكن العمل البري يأتي بعد أن يقوم السلاح الطيران بتدمير كل شيء على الأرض، يتقدم الجيش البري، لأن هذا الجيش يعني جبان غير قادر أن يواجه المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. من أجل ذلك يحاول الضغط على المقاومة الفلسطينية بالإبادات الجماعية وبقتل الأطفال، من أجل أن يضغط على المقاومة الفلسطينية أن تتراجع عن الشروط التي وضعتها، ومن أجل أن تنهي الحرب على قطاع غزة. رغم بأن يعني الجميع يعلم بأن هذا الاحتلال الصهيوني يحتل فلسطين منذ 76 عاما على الأرض، يعني كلها الأشكال التي جاءت من الحكومات أو رؤساء الحكومات الصهاينة جميعهم يعني ارتكبوا مجازر في الشعب الفلسطيني، وأيا كان سيأتي في سياسة وسيطبقها من أجل أن يبقى على رأس هذا الحكم، لأن الصهيونية يعني والحركة الصهيونية هي من تدعم هذا الرئيس الذي يأتي على
رئيس الحكومة الصهيونية، ولكن يعني المقاومة الفلسطينية تلقن كل يوم هذا العدو الصهيوني درسا تلو الدرس. وكان آخر هذه العمليات البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية هي عملية رفح اليوم، التي يعني المقاومة الفلسطينية استدرجت قوة من الاحتلال وقامت بتفجير. أستاذ عبد المجيد، في الموقف الأمريكي من الموضوع دكتور أديب، الموقف الأمريكي طبعا هو موقف شريك ومتحالف قوي، حليف قوي لإسرائيل، وظهر ذلك في الكثير من المحطات، وظهر في عملية النصيرات، هذه العملية الجبانة التي أسفرت عن استشهاد 274 مواطن جلهم من الأطفال والنساء، يعني عدد فوق 70 عدد الأطفال والنساء، أيضا تقريبا 60 امرأة. في المقابل هناك جولة الآن لبلينكين، واليوم تكلم من القاهرة بعد مؤتمر صحفي هناك مع الرئيس والحكومة، قال بأن العائق أمام إنجاز اتفاق هو حركة حماس، ويعني في ذلك المقاومة الفلسطينية، وبالتالي ما زالت أمريكا تصر على مزيد من الإجرام بحق الشعب الفلسطيني دون التعهد بوقف الحرب والتعهد بالتزامات ما بعد الحرب كما تطالب المقاومة الفلسطينية. كيف تقرأ الموقف، وهل تعتقد بأن هذه الزيارة ممكن أن تنجم عن يعني حل ما قريب؟ لن نقول جديدا إذا قلنا بأن الحكومة الأمريكية هذه ليست فقط متواطئة، وإنما طرف وشريك بالكامل ومتطهين أكثر من الصهيونيين نفسهم في مسألة القتال الذي يدور في قطاع غزة وفي استهداف المقاومة واستهداف الشعب الفلسطيني. ما حصل في النصيرات طبعا مثال، هذا مثال واحد من أمثلة منذ 7 من أكتوبر، الصهاينة الأمريكية بين قوسين وعلى رأسهم بلينكين طبعا لا يخفون أبدا حجم القنابل وكم القنابل والجسور الجوية التي سيروها من أمريكا باتجاه إسرائيل حتى يسندوها في هذه المعركة الطاحنة في قطاع غزة. لذلك بالإضافة طبعا أضف إليهم بريطانيا وأضف إليهم ألمانيا، إمكاناتهم التجسسية وإمكاناتهم اللوجستية وحتى المادية المباشرة في القتال في قطاع غزة. بلينكين الآن عندما يحمل حركة حماس مسؤولية ما يحصل طبعا فيما يتعلق برفض الصفقة، هو يعلم أنه يكذب، ويعلم أننا نعلم أنه يكذب، ويعلم أن العالم كله يرقبه ويعلم كذبه، ومع ذلك يصر على ذلك، لأن الإدارة الأمريكية هذه إدارة هشة وضعيفة أخي، ولا تستطيع أن وليس لها قرار وليس لها نفوذ حقيقي على نتنياهو، ويعلمون علم اليقين بأنه لو قالوا كلاما ربما نتنياهو يقلب لهم ظهر المجن ويتجه اتجاها آخر. وليس أدل على ذلك بأنه نتنياهو مدعو للحديث في الكونغرس الأمريكي الآن من كلا الحزبين، فلو كان هناك أي سوء فهم أو أي سوء يعني خلاف حقيقي مع هذه مع حتى إدارة الحرب الصهيونية متمثلة في نتنياهو، لكان من الواجب على الأقل أن يتضامن الكل الأمريكي، أقصد الحزب الديمقراطي الأمريكي تحديدا مع إدارته مع بايدن مع بلينكين مع غيره، ويحاولوا أن يوصلوا رسالة مباشرة لنتنياهو ويحملون المسؤولية، أو على الأقل يضغطون باتجاه أن يوافق على الصفقة. هم يقولون أنه موافق على الصفقة وفي ذات الوقت يدعونه إلى الموافقة على الصفقة، يعني هم يقولون أنه وافق على الصفقة وأعطاهم الموافقة، بينما جانس باه يخرج في الإعلام ويقول أنه نتنياهو يعطل الكثير من الحلول السياسية التي يمكن اجتراحها في خلال الفترة السابقة لذلك يعني الحديث عن مسألة أنه حركة حماس هي المعطل، ثم يعلمون أن حركة حماس قبل 3 أسابيع تحديدا عندما قالت نعم للمقترح الذي وافق عليه مدير السي اي اي بالتوافق مع الوسطاء المصريين والقطريين وحتى بالإيعاز من الإسرائيليين، وكان قد مر على الكابينت الإسرائيلي أقصد على حكومة الحرب الإسرائيلية. ومع ذلك عندما قالت حماس نعم وقالت إسرائيل لا، التزم كل أولئك الذين يتحدثون عن الصفقة وبلع الأمريكان ألسنتهم وأخذوا يغيرون من النغمة ويتهمون حركة حماس، لأنهم يعتقدون اعتقاد اليقين بأن إسرائيل ينبغي أن تكون دائما هي يعني بعيدة عن أن تكون تحت الضغط المباشر من قبل الإدارة الأمريكية. وكما قلت أنه لو كان هناك في أي إشارة يعني إشارة حقيقية من الضغوطات التي يمكن أن تمارسها الإدارة الأمريكية
على حكومه اسرائيل لفعلت فعلها، ولكن لرأينا انجازات حقيقيه على الارض فيما يتعلق باخضاع نتنياهو، اخضاع حكومه الحرب بتاعته للمنطق القائل بضروره الموافقه على الصفقه كآليه للنزول عن الشجره التي اعتلاها منذ 7 أو 8 أشهر الان، ولا يستطيع النزول اليها بشكل طبيعي شيء وحده، يريد سلم الامريكان وضعوا له هذا السلم، ومع ذلك يرفض هو النزول على هذا السلم او على هذا السلم لكي يسلم بين قوسين وتسلم حكومته وتسلم دولته. ولذلك يا اخي نحن مع طرف امريكي، يعني هو شريك بشكل كامل في حربه ضد حركه حماس وضد الشعب الفلسطيني. نعم. ولا يخفي هذا الشريك ابدا، لا يخفي هذا الشريك يعني نواياه تجاه حتى الشعب الفلسطيني ككل، وتجاه القضيه الفلسطينيه، وتجاه حل الدولتين. هو يعطينا ضرائب كلاميه، ويعطي الحكومات العربيه والانظمه العربيه التي يزورها الان، يعطيهم ضريبه كلاميه انه نحن محل الدولتين، ونحن بصدد بوضع خط الطريق لحل الدولتين، وكانه 30 عام من المفاوضات لم تكن كافيه لوضع خطوط عريضه وجعل حل الدولتين يعني قيد نعم. قيد التطبيق العملي. ولذلك يعني للاسف هو الان يعني ما يقوم به في المرحله الحاليه من الزيارات التي يقوم بها في الدول العربيه وفي اسرائيل هي فقط من اجل المزيد من الضغط، ممارسه المزيد من الضغط على حركه ذلك حماس، وقال ذلك بوضوح وعلانيه. نعم، قال ذلك بوضوح دكتور، انه على الدول العربيه وعلى كل العالم ان يضغط على نعم. المقاومه الفلسطينيه للقبول نعم. بذلك. لكن نعم. في المقابل استاذ عبد المجيد، المواقف حتى عندما يقول بلينكين ذلك، كان يجب ان تكون المواقف العربيه والاقليميه اقوى من ذلك، بمعنى ان تقول كلمه يعني لامريكا ولاسرائيل بان هذا ما يحصل هو تجني على المقاومه الفلسطينيه وعلى الشعب الفلسطيني، ومزيد من الظلم يمارس بحقه، وبالتالي يجب ان تدعو الى وقف المجزره ووقف الاباده الجماعيه الآن وقبل أي وقت مضى، وبعد ذلك يجري الحديث عن الضغط على المقاومة الفلسطينية، أو يجري الحديث عن تسليم الأسرى والذين هم الشغل الشاغل بالنسبة لأمريكا والإسرائيل. يا أخي الكريم، نحن نعول على الشعوب العربية وليس على الحكام. الحكام هم يعني للأسف من يعني يتآمر على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني. وفي بداية معركة طوفان الأقصى يعني الفلسطينيين رأوا بأعمى عينهم بأن بعض سيارات الجيش من بعض الدول العربية، جيش الدول العربية التي سارعت لتوصيل المساعدات للعدو الصهيوني، وأيضا بعض الأسلحة من يعني الأمريكية التي كانت متواجدة في هذه الدول، وكانت يعني بعد ما انتشرت هذه الصور على التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي، يعني خرجت هذه الدول لتبرر وتقول بأننا سنقيم مستشفيات ميدانية في الضفة الغربية، ولكن يعني فيما بعد تبين زيف هذه الحكومات، لأنها هي تتآمر على القضية الفلسطينية، ويعني القضية يعني الشعوب، نحن نعول على الشعوب العربية التي لابد أن تثور وتتحرك وتضغط على أمريكا وعلى العدو الصهيوني ومن يدعم الكيان الصهيوني وحتى على حكامهم من أجل يعني الضغط ولجم هذا العدو الصهيوني وأمريكا. الأسلحة التي جميعها تضرب في قطاع غزة ويباد بها الأطفال، وأيضا عملية النصيرات التي قامت قبل يومين هي التي نفذها يعني قوة شاركت فيها بعض القوات الخاصة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، وكان يعني واضح أمام العالم أجمع حجم الإبادة التي يعني ارتكبها هذه ارتكبت المجزرة، أكثر من 270 شهيد وتجاوز العدد من أجل 4 أسرى بعد 8 أشهر. يعني ماذا ينتظر العالم وهو ينظر على دماء الأطفال وهم أشلاء مقطعون في الشوارع من أجل أنهم يعني صامدون ومتجدرون في أرضهم؟ فعلى العالم أجمع أن يخرج عن صمته وأن يتحرك وأن يلجم هذا العدو الصهيوني. أما يعني بالنسبة بأن المقاومة الفلسطينية هي التي رفضت بعض المواقف، يعني بالعكس كما تحدث الدكتور قبل قليل، قبل يعني أكثر من 3 أسابيع المقاومة الفلسطينية وافقت على الشروط وفاجأت الجميع عندما خرجت عن صمتها ووافقت على هذه البنود التي وضعت. للعلم بأن البنود التي وضعها هي يعني المخابرات الأمريكية والصهيونية، وفوجئوا من موافقة المقاومة الفلسطينية، لكن يعني كانت صفعة لهم
وسرعان ما حاول أن يتلعثم العدو الصهيوني وأمريكا، يحاول أن يجدوا مبررات ليخرجوا من ما حدث، ولكن المقاومة الفلسطينية واضحة وشروطها واضحة. لو اجتمع العالم أجمع على المقاومة الفلسطينية لن تغير شروطها، رغم أننا يعني رأينا الإبادة الكاملة لقطاع غزة من أجل أن تغير المقاومة الفلسطينية ما وضعته من شروط، وهي شروط يعني تريد بها الحق للشعب الفلسطيني، تريد بها يعني رفع المظلومية عن الشعب الفلسطيني، الأسير الفلسطيني الذي مكث في داخل الزنازين والسجون العدو الصهيوني أكثر من 40 عاما، يحق له أن يخرج ويتنفس الحرية رغم المعاناة التي يراها الآن الأسرى داخل المعتقلات الصهيونية والإذلال التي يراها الأسرى داخل المعتقلات الصهيونية، لأنه زج بهم داخل المعتقلات لأنهم دافعوا عن المسجد الأقصى. هذه المعركة اليوم تحمل اسم طوفان الأقصى، اسم المسجد الأقصى، كما قلنا دائما بأن المسجد الأقصى هو ليس للفلسطينيين فقط، هو للعرب وللمسلمين ولكل أحرار العالم، فعلى الجميع أن يخرج عن صمته من أجل أو الوقف الإبادة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ذلك. السيد عبد المجيد، سؤال أخير للدكتور أديب، ما ذكره السيد عبد المجيد نقطة مهمة، وهي أن المقاومة التي وافقت على المبادرة الأمريكية في ذلك الوقت أو المبادرة التي كانت مطروحة من الوسطاء العرب، وبعدها مباشرة بعدها بيوم أو أقل من يوم جرى الرد الإسرائيلي على تلك المبادرة باجتياح مدينة رفح في 7 مايو الماضي، هل تعتقد اليوم دكتور بأن الأمور نوعا ما مؤهلة لعودة المفاوضات أو عودة الوصول إلى اتفاق ما؟ حقيقة كما يتضح أن الكيان الصهيوني يتجه باتجاه المزيد من التطرف، يعني كما نعلم أنه حتى في حكومة الحرب الإسرائيلية جانت إيزنغوت هو بشكل أساسي هما من كان يدفعان باتجاه تدين الموقف الإسرائيلي باتجاه عقد صفقة مقبولة على الإسرائيليين مع حركة حماس مع المقاومة عموما، لكن بعد خروجهما الآن وإذا دخل وإذا استجاب نتنياهو لابن جفير وسموريتش وبحيث يدخلون إلى مجلس الحرب، أعتقد أنه يعني لن يكون هناك اتجاه نحو الاعتدال، بالعكس سيكون اتجاه نحو التطرف ومزيد من التشدد، وهذا ما قاله نتنياهو. نتنياهو يعلنها بشكل صريح وواضح، لن يقبل صفقة توقف إطلاق النار، وحماس في المقابل تعلن بشكل واضح وصريح لن تقبل صفقة بدون وقف إطلاق النار، لأنه وهذا يعني أنهما كلا الطرفين يجلسان على النقيض من الطرف الآخر، ولا يوجد هناك أي مجال للتسوية بينهم، لأن الطرف الأمريكي الآن يقف بشكل صريح وواضح مع الصهاينة، يعني عندما يتحدث ويحمل حركة حماس المسؤولية، وحركة حماس أدت ليونة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيات وأعطت موافقة على ما اقترحه مدير السي اي اي والوسطاء، أعتقد أنه هو هذا بمعنى يعني هو باع نفسه بالكامل ووضع نفسه بالكامل بحضور نتنياهو، ولذلك أعتقد أنه المرحلة القادمة لن تحمل في طياتها إن بقي الأمر على حاله، بمعنى إن بقي الأمريكان يعني يراوغون ويتعاملون مع هذا الموقف بهذه الروحية المتطرفة المنحازة الشريكة للإسرائيليين، لا أعتقد أن حركة حماس بوارد أن تتنازل عما وضعته من خطوط حمراء، لأنه وخاصة بعد أن ارتكبت هذه المجازر، يعني ما الذي إذا كان استعادة 4 من الأسرى الإسرائيليين في مخيم النصيرات يعني مقابل أن يقوموا بقتل وجرح حوالي 1000 فلسطيني، قتل وجرح 1000 فلسطيني بين امرأة وشيخ وطفل وشاب وما إلى ذلك، إذا ما هو المحظور عند سواء كان في الساحة الأمريكية أو الساحة الدولية عموما؟ لماذا يلومون على حركة حماس إذا أرادت أن تستعيد أسرائها في سجون إسرائيل أو أن تفك حصارها، أن تقوم بما قامت به في 7 أكتوبر وغير 7 أكتوبر؟ لذلك أعتقد أخي أنه الأمريكان بعيدون جدا عن أن يمارسوا ضغطا حقيقيا على نتنياهو بحيث يحملوه على الموافقة على الصف الأسد. أشكرك جزيلا دكتور أديب زيادة الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من الدوحة، والشكر موصول للأستاذ عبد المجيد شديد عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة، شكرا لك.